بحب اللون الأحمر من كنت صغيرة بحبه. عمري 13 سنة. بحب الرسم لأنه هواي وبيروح لي شوي عن نفسي. بجيب الألوان أو من الدكان أو عمي بيشتري لي إياهن. بحب اللون الأحمر من كنت صغيرة بحبه. بخبيهن بالشنتاي أو بعلقهن بالخيمة. بحب أرسم طبيعة مثل أشجار ورود، وبرسم خيمة مو حاليا ساكنين بيه. بنفيق من الساعة 7، بنلبس وما بنحسن نفطر، بنروح مشي على المدرسة. هنيك الأستاذ يكون عم بيستنانا عشان يعطينا الدرس. من الصبح بيجينا صديقاتي بيقول لنا نروح، مش نروح نلعب. بنروح بنلعب شويوني، بعدين بنجي بنكمل شغل، بعدين بنرجع بنروح لعندي. بقضي وقتي عند بيت عمامي وعند صديقاتي. رفقاتي في مني بدي يصيرني أنسة لغة ويختمني القرآن، في مني بدي يصيرني يطلعني دكاترة. بحلم أصير رسامي وأنسي.